فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. معي الأخ أبو عبد الملك من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤال قد يكون يطول الشرح يعني قليلا عليك، بس على مود تكون يعني بصوره واضحه امامك. تفضل اخي. شيخ، احنا احنا بالعراق في بعض القرى والارياف اللي حول بغداد صارت فيها عمليات عسكريه. نتيجه العمليات العسكريه اللي صار بها بين الحكومه ومسلحين وكذا، اصحاب القرى والارياف تركوا منازلهم واراضيهم وايضا الاغنام الحلال اللي بيها. فالأغنام انسرقت من بعض الأشخاص. نعم. هذا نتيجة السرقة مالتها أسعار الأغنام واللحوم اللي في بغداد نزلت تقريبا 30% أو أكثر. نعم. فشيخ، هسه من يتوجه لشراء اللحوم الحمراء؟ فما نعرف هل هي مسروقة أم هي من مصدر؟ المصدر اللي نتعامل فيه مصادر ثقة إن شاء الله، يقول المصادر اللي أنا أتعامل وياها أيضا مصادر ثقة. بس احنا ما نعرف نميز. نعم. ما بين هذا، هل هذا مسروق؟ ان كان حتى لو كان على السعر القديم او على السعر الجديد، هل هذه مسروقه ام ما مسروقه؟ طيب ابدا، السؤال واضح. تعرف شيخ هاد وتعرف شيخ هذه يعني الاغنام بها يعني بها تكاثر وحتبقى يعني قد تكون عده سنين تبقى تتكاثر بالاموال المسروقه، فالله اعلم يعني. صح. كيف شنو الحل؟ طيب ابو عبد، نترك الامر. ابشر يا ابو عبد الملك، ابشر. مرحبا مرحبا، تفضل مشاهد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، جائز عند الاستماع للقران مثلا قناه القران الكريم يعني مو دائما يكون حاضر الذهن شيخ، احيانا انصت واحيانا يعني تبقى مفتوحه على باستمرار، بس مو دائما اكون منصته، جائز؟ طيب يا اختي، ابشر ان شاء الله. شيخ، السؤال الثاني. الله أيوة. يبارك فيك. الله يبارك فيك شيخ. مثلا كنت في صلاه او اثناء قراءه القران وسمعت يعني صلاه على النبي باكثر من مره عليه الصلاه والسلام، يعني بالصلاه او بالقراءه اقطع واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا مشاهد، ابشر. سؤال ثالث. صلى الله عليه وسلم يقرن. نعم شيخ. ايوه. الله يبارك فيك. يقرن قرينتين في المفصل، ما معنى هذا؟ اعيدي. كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم قرينتين في المفصل. قرينتين؟ وكان أول إيه في المفصل، وأول مفصل لابن مسعود سورة الرحمن. هاي ما افتهمت. إيه في المفصل. نعم نعم. طيب 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 طيب، أبشر يا أختي أبشر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك شيخ. تفضل يا سالم من الهند. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. مرحبا، أهلا وسهلا. حياك الله. سؤالي لو سمحت معي. تفضل أخي. في شخص أخر صلاة الوتر لقيام الليل ولكن لم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، متى يقضي الوتر؟ نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني، شخص يبني منزل بجنب المسجد ويأخذ المال لبناء المسجد من بئر خاص بالمسجد، ولكن باستئذان من وكيل المسجد، فهل عليه شيء؟ وكيل المسجد، المسجد خاص ولا حكومي؟ لا حكومة، لكن الحكومة مخليها وكيل خاص على المسجد. ايه وكيل انا. طيب انا وكيل يعني. طيب يا اخوي. طيب سالم، ابشر ابشر. مرحبا مرحبا، تفضل ام سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك يا شيخ. مرحبا اختي. لو سمحت عندي بعض الاسئله. تفضل. الاول،
احنا خادمات من الديانة المسيحية ويريد مثلا اليوم يروحن الكنيسة، فهل يجوز لنا ان احنا نوصلهم الكنيسة او لا؟ طيب نعتمد او وصلناهم. طيب سؤال اخر. السؤال الثاني، عندنا في العادات اهل البلاد ان اذا صار عزاء في اليوم الثالث الناس يعني تجيب من جميع المأكولات ويوزعون على الأشخاص الموجودين، كل واحد يقرأ جزء وأخذ شيء، يقرون دعاء ختم القرآن ويأكلون الأكل الموجود، فهل هذا العمل يجوز؟ طيب يا أم سلطان. والسؤال الثالث إذا كان خير، في سنة الفجر ما هو الأفضل أن نقرأ فيه من الآيات؟ طيب طيب جزاك الله خير. مرحبا أختي. تفضل منير. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علي بدي أسألك سؤال، أقاربي أمنوني إني أسألك إياه. تفضل. شيخ بي عندهم أولاد اثنين من هم صغار انعموا وضيعوا عقله. إيش؟ من هم صغار انعموا. إيه. والبنت الصبي، والبنت صارت مثل المهبولة بتحاسب حالها. إيه. بدهم يسألوا هل هم يسووا شيء بحياتهم أو حدا عمل لهم سحر؟ طيب يا منير. السؤال الثاني يا شيخ، اللي بتحلف براس أولادها شو عليها كفارة؟ براس أولادها؟ إذا حلفت إنه براس أولادها ما بتحكي هالشيء هذا وحكت. طيب. إيش عليها؟ طيب طيب. باهي. مرح. أي السلام. تفضل يا كمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بالنسبة للحم الحلال، هنا في فرنسا كثير من الجزارين يدعون أن اللحم الذي يبيعونه حلال، لكن ظهر حديثا من خلال تحقيقات صحفية أن عددا من الجزارين يشترون لحومهم عند أسواق الكفار وهي لحم غير حلال، وقد قامت بعض المساجد وأنظمة لتحقيق موافقة هذا اللحم بالشرع الإسلامي، ولكن كذلك بعضها ثقة وبعضها غير ثقة وفيها شك. فالسؤال، هل نأكل من اللحم بمجرد ادعاء الجزار على حله أو لا بد من التحقيق والبحث؟ وكذلك هل اللحم الكفار اليوم في أوروبا يعتبر من لحم أهل الكتاب، علما أنهم لا يذبحون الذبيحة بطريقة إسلامية؟ والسؤال الثاني، ما هي المتون التي لا يستغني عن حفظها الطالب في مجال العقيدة والحديث وغيرهما، وبماذا نبدأ في أصول الفقه، بالورقات ولا برسالة لطيفة للسعدي رحمه الله؟ طيب يا كمال أبشر إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب طيب نكتفي بهذه المجموعة. عندي الأخ أبو عبد الملك من العراق، طبعا ذكر يعني واقعة وقصة، يقول بأن أكثر أصحاب القرى والأرياف تركوا منازلهم بسبب الفتنة والحروب التي عندهم، يقول وبالنسبة للأغنام يعني سرقت وحصل انخفاض في أسعار الأغنام، يقول نحن نتعامل الآن مع بعض الجزارين ونشوف بأن أسعار يعني نازلة، يقول هؤلاء الجزارين ثقات عندنا، يقول ونحن وهم يقولون نحن نشتري أيضا من أناس ثقات، فيسأل يقول خاصة وأن هذه الأغنام تتكاثر هل يعم الحرام أم ماذا؟ يا أبا عبد الملك بارك الله فيك، ما دام أن الجزار الذي تشتري منه ثقة وأنت تثق به ومأمون، فالأصل الحل والإباحة، لأن هذا ما يمكن أن يقال بأن الحرام قد عم بمثل هذا النوع، لأن هذه يعني طرف وجهة وأرياف ومناطق قد يحصل فيها هذا الشيء، وأحيانا قد يكون يعني من 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 المحافظة على هذه الأغنام بيعها مثلا وحفظ ثمنها لأصحابها متى ما رجعوا إلى بلدانهم، هذه يرجع طبعا إلى نية البائع، أما إذا كان بنية السرقة وبنية يعني الحالة هذه فإن هذا طبعا لا يجوز ومحرم عليه، لكن بالنسبة للحالة العامة ما عليكم شيء ما دام أنك يغلب على ظنك بأن هذا الجزار إنما يشتري شراء صحيحا، وكون الأسعار انخفضت لا يعني بأنه اشترى شيئا مسروقا، لأن شيء طبيعي إذا بيع وأغرق السوق بـ 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 بالأغنام سيحصل انخفاض في أسعاره، فاطمئنوا بارك الله فيك، لكن من تعلمون بأنه سرق أو مثلا أخذ هذه الأغنام بغير وجه حق تذكرونه بالله، تخوفونه بالله، تنصحونه، وقل بأن الله تعالى سيحاسبكم يوم القيامة، وأن أصحاب الأغنام هذه سيسألونكم أمام الله جل وعلا، والواجب عليهم أن يحفظوا
أموال أصحاب الأغنام هذه التي باعوها، وأما إذا أخذوها بقصد السرقة فأيديهم ظالمة وسيسألون يوم القيامة. أم شهد من العراق تقول بالنسبة للاستماع إلى القرآن، تقول أحيانا يعني أكون حاضرة الذهن وأستمع، وأحيانا لا أكون حاضرة الذهن ولا يعني أكون مثلا مستوعبة ومنصتة تمام الإنصات، فهل هذا جائز؟ يا أخت الفاضل ما في بأس، أحيانا الإنسان قد يسرح مثل ما يقولون، يعني يستمع القرآن ثم يسرح، هو يسرح يذهب باله بعيد، فما على الإنسان ذنب، لأن الاستماع للقرآن أمر مستحب ولله الحمد، فلو سرح الإنسان وغفل وشرد ذهنه مثلا ما عليه شيء والحمد لله، لكن ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه من الشواغل والمشوشات وأن يستمع للقرآن، وإذا شعر بأنه يعني أصبح مشغولا وذهنه بدأ ينصرف يغلق القناة هذه أو يخفض الصوت مثلا حتى يعني يكون مطمئن في هذا الأمر. أم شهد تقول أحيانا يكون الإنسان في الصلاة أو يقرأ القرآن مثلا ثم يرد اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقطع الإنسان الصلاة فيصلي على النبي ويقطع القراءة فيصلي على النبي؟ يا أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة إن فيها لشغلة للإنسان، فالإنسان إذا كان يصلي واستمع وورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بقلبه فقط ولا يتلفظ، ولا يجوز له أن يقطع الصلاة، ما يجوز الإنسان أن يقطع الصلاة لأجل أن يصلي على النبي، ولا يجوز له أيضا أن يرفع صوته بالصلاة على النبي في الصلاة طبعا، وإنما يصلي بقلبه يستحضر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يقرأ القرآن وورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فما في بأس، يوقف القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل، ولو ورد مرة ثانية لا ما يصلي، لأن العلماء اختلفوا في الصلاة على النبي في المرة الأولى، فبعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب، والذي يظهر لي والله أعلم الوجوب الذي يظهر في المرة الأولى، أما ما زاد فلا، ولذلك يكون الإنسان مشتغل بالقرآن ويستمر في القراءة. أم شهد تسأل تقول بالنسبة لي، يعني هي طبعا قرأت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن أو يقطع على قرنين أو كذا يقرأ، هو تقول في المفصل طبعا. يا أختي الفاضلة أم شهد بارك الله فيك، هذه الجملة معناها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ النظائر من القرآن، النظائر من القرآن، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 20 سورة هي نظائر من القرآن، يعني مثلا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي، هذه سمى نظائر، مثل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذه نظائر، مثل سورة الجمعة وسورة المنافقون أو المنافقين، هذه نظائر أيضا، هذا سمى نظائر، مثل السجدة والإنسان هذه سمى نظائر بارك الله فيك، يعني تقريبا هناك 20 سورة فيما أحفظ كان نسلم يقرن بينها، يعني إذا قرأها في الصلاة قرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون قرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشي، وهكذا بارك الله فيك. الأخ سالم من الهند يسأل يقول بالنسبة للإنسان الذي فاته الوتر حتى طلع الفجر عليه متى يصلي الوتر؟ يا أخي الفاضل يصليه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في وقت صلاة الضحى بارك الله فيك، ويصليه شفعا وليس وترا، إذا كنت تصلي مثلا 3 ركعات تصليها 4 ركعات هذه إذا طلعت الشمس وارتفعت وقت صلاة الضحى، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة إذا طبعا هذا ليس على يعني جهة الوجوب لا، وإنما على جهة الاستحباب، إذا كنت تصلي مثلا 5 ركعات خليها 6 ركعات وهكذا بارك الله فيك. سالم يقول بأن شخصا يبني منزلا بجوار مسجد، يقول ويحتاج أحيانا إلى بعض الأمور الخدمية هذه من المسجد، يقول فيستأذن الوكيل على المسجد فيمده بالكهرب أو الماء، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل سالم بارك الله فيك، هذا الأمر لا يجوز ومحرم، ولا يملك الوكيل أبدا أن يعطيه مثل هذه الصلاة، خاصة وأني سألتك أنت هل المسجد للحكومة؟ قلت نعم، ولذلك الوكيل لا يملك هذا الشيء، لا يملك أبدا هذا الشيء، وهذا وقف لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيه من تلقاء نفسه، إلا إذا كان هو صاحب الأرض وصاحب المسجد هو الذي يبني فأراد أن يعطي الجار ما فيها شيء، أما إذا كان إلى جهة حكومة أو جهة وقف ما يجوز له أبدا أن يتصرف ولا يعطي ولا بلكة ولا يعطي حفنة رمل للجار أبدا، فضلا أن يعطيه الماء ويعطيه مثلا الكهرباء، هذا كله لا يملكه بارك الله في الجميع.
الأخت أم سلطان من عمان سألت مجموعة أسئلة، تقول في سؤال الأول هناك مجموعة من الخادمات المسيحيات تقول يريدون أن يذهبوا إلى الكنيسة ليحتفلوا، ما الحكم وهل لنا أن نذهب بهم؟ يا أم سلطان، إذا كان بينكم وبينهن عقد أو عفوا شرط في العقد بأنك تمكثين عندنا وما تذهبين لا إلى كنيسة وإلى هذا، فما تذهبين بها ويجب علي أن تلتزم بهذا العقد وبهذا الشرط الذي بينك وبينه. أما إذا لم يكن ثم شرط وما فيه يعني اتفاق مسبق بينك وبينها فاتركيها تذهب، إن صحيها في البداية وإن يعني أصرت على أن تذهب فلها دينها ولكم دينكم، وتركيها هي التي تذهب بنفسها تأخذ أجرة أو يمر عليها مثلا باص من الكنيسة أو شيء أخذها إلى هذه الجهة، وأما أنت فلا، بارك الله فيك. بعد هذا الفاصل إن شاء الله أكمل بقية الإجابة على الأسئلة فانتظروني. من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم سلطان أيضا من عمان في سؤال الثاني تقول عندنا عادات إذا صار العزاء عزاء وفاة مثلا في اليوم الثالث تقول يعني يجمعون المأكولات ثم يوزعون أجزاء ويقرؤون على الميت ويأكلون في مثل هذه الصورة. يا أختي أم سلطان بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومردود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام حصل في حياته وفاء لأصحابه ولأقاربه ولأولاده ولأعمامه، فما فعل هذا الفعل؟ ما فعل؟ لم يفعل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقراءة أجزاء من القرآن أو قراءة القرآن في مجلس العزاء، ما صنع هذا الشيء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حرصا على الخير. أيضا في ما يتعلق بقضية الأكل والشرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. الآن وللأسف أهل الميت يصنعون الطعام للناس، وهذا غلط، مخالفة، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وكذلك مسألة أن جمع الناس الطعام ويجتمعون بمثل هذه الصورة، هذا سماه الصحابة من النياحة، النياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة وبين بأن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله، ولذلك الاجتماع بمثل هذه الصورة هذا محرم ومنهي عنه. فهناك مبالغات، وللأسف الشديد الآن أصبح الناس يتفاخرون في قضايا العزاء مثل ما يتفاخر الناس في قضايا الأعراس. يعني بعض الناس الآن يقول والله ما عزانا ما يكون أقل من عزا فلان، هذا سمعناها وسئلنا عنها، يقول والله عزانا ما يكون أقل من عزا فلان، ثم يجيبون يبدخون وكأنهم في فرح، كأن هذا الميت فرحوا بموته، نعوذ بالله من ذلك. هذا 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 حقيقة انقلاب في الصور، هذا انتكاس في الفطرة، ما يجوز هذا الفعل. أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعزي ويقول يعني يعزي أهل الميت ويسليهم، وما كان مثل هذا الصخب ومثل هذا الاجتماعات، هذا كله مما نهي عنه. فبارك الله فيك، انصحوا برفق، انصحوا بلين، علموا الناس، وجهوا الناس، اجعلوا الناس يرتبطون بأهل العلم، يسألون أهل العلم، ما ينشئ الإنسان عبادة أو فعل من عند رأسه ويبدأ الناس يتتابعون يتقاطرون في قضية والله التقليد، كل يقول والله عزاي أحسن من عزا فلان، مثل ما يقول عرسنا أحسن من عرس بني فلان، هذه من المصائب التي حلت بالناس. الآن أهل الميت يخسرون من الأموال الشيء العجيب، وبعضهم للأسف يعتدي على ميراث الورثة، يجي يأخذ من أموال الميت ويبذخ فيها في الأكل والشرب، يقولون ثلاثة أيام وبعضهم يزيد، فهذه الأفعال كلها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انصحوا برفق، علموا الناس، بارك الله فيكم. ينبغي لأهل القدوات اللي الناس ينظر إليهم على أنهم قدوات أن يكونوا مثال ونموذج وأسوة يعني جيدة في التعامل مع هذه القضايا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أم فايز. الله يعطيك العافية شيخ، يطول بعمرك وعمرك طويل. مرحبا أختي، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. شيخ أنا عندي بنتي ولدت وصار لها يمكن تقريب شهرين من ولدت، هل العقيقة تذبحها وتوزعها ولا تطبخها وتعزم عليها؟ نعم. السؤال الثاني، الله يطول بعمرك يا شيخ لو سمحت. تفضل أختي.
الله يزيد فضلك. أنا يعني صلاة يعني أصلي أربعة السنة. إيه؟ يعني أربعة الفرض السنة، أصلي ركعتين قدام وركعتين بعد الأربعة. أي صلاة هذه يا مفايز؟ الظهر. 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 إيه طيب أنا علنت بعد شوي إن شاء الله. جزاك الله خير يطول عمرك يا شيخ. مرحبا شيخ. بعد في ساعة ثانية لو سمحت، في عندي مثل حساب بالبنك الإسلامي، هل يعني حرام ولا حلال إذا جاء علي شيء ولا ما جاء؟ طيب يعني حطت الوداع. إيه طيب يا أم فايز أبشر إن شاء الله. شكرا يا شيخ. مرحب. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل أم سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. ايه تفضل. عندي بنت ماتت وهي وزوجها وابنتها، وبقي معاها بنت واثنين اولاد، وامهم استولى على كل شيء وسامح فيهم كلهم، مع العلم اني طلبت في حق ابنتي واولادها، قالوا لي امهم سامح وانا لي السدس فقط، والان لم اسامح واوقفتها حتى يكبر الاولاد، هل عليه سن؟ الآن هذا أبو أبوهم هو الذي أخذ هذا ولا جدهم؟ لا إذا أبوهم عمهم اللي أسامح في كل شيء، سامح في أخوه وبنت أخوه وبنتي. يا أختي أم سعيد أنت بنتك هي التي ماتت ها؟ أيوة بنتي ماتت. طيب معاهم. طيب المال هذا مال من؟ المش مال يعني أحطهم الدية لأنهم ماتوا في حادث سيارة. الدية نعم نعم. الدية إيه. الدية وكل حاجة إني سامح فيها. اللي سامح عمهم. إيه؟ اللي سامح عمهم. أمهم اللي سامح، أنا قلت لهم أوقفوها حتى الأولاد يكبرون. إيه. طيب والمبلغ وين استلمه ولا لا؟ استلم حق بنتي ويقول لي أنت مجبورة إنك تسامحين، أنا قلت له لا. استلم حقي وحق الاولاد، قال انه سامح حق الاولاد من امهم وانه ما ليش الا السدس، فانا وقفتها لا سامحت ولا استلمت فلوس، هل اسام؟ طيب يا ام سعيد وما الحكم؟ ما الحكم الاخت التي ترضع اخوها مع العلم ان امها مريضه وهم يعني في نفس يعني في نفس الولاده؟ اخوها صغير؟ اخوها صغير بنفس عمر ابنها. اي كم عمره؟ عمره 5 شهور. 5 شهور. طيب يا ام سعيد شكرا. مرحبا. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 3 أسئلة بارك الله فيك. تفضل يا اخي. الاول هو نعم انه اخذت مال هنا من عند صديق لي في اسبانيا بالاورو، وهذا المال رجعته بالدينار، ولكن في نفس اليوم ونفس المدة الزمنية، وكأن كلفت أخ هنا أخي يعني في البلد الأصلي وأعطاه لأخ صديقي أو والدته يعني أعطاه بالدينار، قال هنا يحصل الربا. طيب. والسؤال الثاني هي زوجتي فيها قضاء من رمضان الماضي، والآن هي حامل لا تستطيع الصوم وهي تضع الحمل يعني في رمضان المقبل إن شاء الله، كيف تقضي هذه الأيام يعني الماضية؟ طيب الان لا تستطيع صوم لانه هي حامل. والسؤال الثالث هل يجوز تسميه الابناء باسماء الملائكه كجبريل وميكائيل او نحو ذلك؟ يجوز ماذا؟ تسميه الابناء باسماء الملائكه كجبريل وميكائيل مثال. تسميه يعني تسميه ها؟ تسميه الابناء نعم. ايوه طيب شكرا. مرحبا اهلا وسهلا. تفضل من رياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندنا في العزاء يوزعون كتيبات كذا، هذا جائز ولا مو جائز؟ كتيبات؟ ايوه كتيبات يعني زي حسن المسلم وكذا عن الميت، عن كيف تغسل الميت. طيب. السؤال الثاني دي عندنا عمارة يعني بس ما يحول عليها الحول، ناخذ إيجارها كل 6 أشهر. إيه؟ هل هذا عليها ندر صدقة أو زكاة أو كذا يعني كيف يعني؟ طيب يا مرياض شكرا. مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم منير من ليبيا بارك الله فيها،
عفوا أم سلطان من عمان في سؤالها الثالث تقول بالنسبة لسنة الفجر ماذا نقرأ فيها؟ ما هو الأفضل؟ أخت الفاضل الأفضل أن تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أم منير من ليبيا تقول يعني عندها أقارب أولاد، عندهم أولاد ولدين منهم صغار أصابهم العمى، وعندهم بنت أصابها يعني شيء في عقلها، ويعني تقول يعني هل هذا سحر؟ هل هذا كذا؟ يا أم منير بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافي وأن يشفي وأن يرفع البلاء عن هؤلاء الأولاد. وأما قضية كون السحر أو كذا ما أدري والله، لكن ممكن يعرضون، قد يكون شيء طبيعي هذا، وإذا شكوا في شيء ممكن يعرضون على بعض العلماء ممن يعتنون بقضية الرقية وكذا، يقرأ عليهم ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. وهم هم يعني الأب والأم يكثرون من القراءة على أولادهم، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وقراءة الأذكار أيضا، يكثرون من الرقية من القراءة عليهم والرقية لهم، هذا مشروع، أمر مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على أولاد بناته وعلى أولاده عليه الصلاة والسلام. أم منير تسأل تقول بأن يعني في أم حلفت برأس أولادها، إذا حلفت برأس أولادها هل عليها كفارة أم لا؟ يا أخت الفاضلة يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله، لا يجوز الإنسان يقول ورأس ابني أو رأس أبوي مثلا أو رأس أمي أو رأس الغالي فلان أو شرفي أو عرضي أو شيء، كل هذا محرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصيها بأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تترك الحلف بغير الله، لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ما يجوز أن تقول والنبي، يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نحلف، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فخبريها بارك الله فيك أنها تمتنع عن الحلف بغير الله. الأخ كمال من فرنسا طبعا شرح قضية اللحم الحلال اللي عندهم، وقال بأن هناك من يدعي بأن هذا لحم حلال، والواقع بأنهم يذهبون فيشترون من المجازر الأخرى لحم ذبح على غير الطريقة الإسلامية، على غير الطريقة الشرعية، فما الحكم؟ يا أخي الفاضل كمال، إذا ثبت لكم بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء يكذبون ويأخذون لحم ذبحت الذبائح صعقا أو قتلا، فإن هذا يحرم عليكم أكله إذا ثبت عندكم هذا. وطبعا دعك من التحقيقات الصحفية، أحيانا بعض يعني الصحفيين قد يكون له مآرب الله أعلم بها، دعك من هذا، أنتم ما دام حصل عندكم شك اصنعوا لجنة أنتم وحاولوا أن تبحثوا عن هذه القضية. أما إذا كان والله مجرد دعاية وشائعة، فالأصل في اللحوم الحل والإباحة حتى ولو كانت لحوم أهل الكتاب، الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت لكم بأن هذه الشركة وضعت بأن طريقة الذبح هي الصعق الكهربائي أو القتل في المسدس أو مثلا التغريق بالماء، فإن هذا يحرم على الإنسان أن يأكله. والحمد لله يعني هناك لحوم كثيرة مباحة وحلال ممكن يلجأ إليها الإنسان. كمال بارك الله فيه يسأل يقول ما هي المتون التي يعني ينبغي لطالب العلم العناية بها فيما يتعلق بالاعتقاد وأصول الفقه؟ يا أخي الفاضل المتون كثيرة بارك الله فيك، يقرأ يعني عندنا متون في العقيدة كثيرة، ويقرأ مقدمة أبي زيد القيرواني مثلا، يقرأ كتب مثلا كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات، ويقرأ مقدمة الواسطية مثلا والطحاوية، هذه كلها لا يستغني عنها طالب العلم. بالنسبة لأصول الفقه أنا أنصح بالورقات، طالب العلم يؤسس نفسه على الورقات، وهذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة، وهو متن طبعا لم يستوعب جميع المسائل ولكنه يؤسس لعلم أصول الفقه، فاعتني بالورقات وشروحاتها بارك الله فيك. أم فائزة من استراليا تقول بأن ابنتها ولدت من شهرين وتسأل عن العقيقة، تقول ماذا نفعل فيها؟ يا أم فائزة الله يجعلها مبارك إن شاء الله ومن وليد السعادة، المفترض كان المفترض عليكم أنكم تذبحون يوم سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن يوم السابع هو يوم الذبح أو يوم 14 أو يوم 21، والآن اذبحوا ما دام مضى عليه شهرين تذبحوا، لكن هذه السنة حتى تنالوا الأجر الأكثر عند الله جل وعلا. على العموم تذبحون الآن، وأفضل شيء تعزمون قرايبكم جماعتكم، إن كان حولكم أنتم في استراليا، إن كان حولكم أقارب أو جماعة أو أرحام تعزمونهم حتى يعرفون بأن فلان جاه ولد لتصلوا الأرحام،
إذا ما عندكم أحد ولا مغتربين أنتم أو عندكم مثلا دراسة ولا شيء ذبحوها وقطعوها ووزعوها على ثلاثة أثلاث، ثلث لكم وثلث هدية وثلث صدقة تصدقون فيه على فقير. الأمر في هذا واسع، وبالمناسبة لو ذبحتوها وأكلتوها أنتم كلكم في البيت حطيتوها في الثلاجة أيضا جائز والحمد لله رب العالمين. أم فايز أيضا تسأل تقول بالنسبة لصلاة السنة بعد الفرض فرض الظهر وش يعني ما هي الصفة؟ يا أم فايز الله يرضى عليك، بالنسبة لي قبل الظهر تصلين أربع ركعات، ركعتين وتسلمين منها وركعتين وتسلمين منها، ثم تصلين فرض الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر تصلي ركعتين بعد الظهر، وبعدها إن بغيتي وعندك وقت فراغ صلي أربع ركعات، وهذه لك الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أم فايز تقول عندها حساب في البنك الإسلامي وتأتيها فوائد، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة، إذا كان هذا البنك الإسلامي فعلا يتعامل بهذا بالمال الذي أنت وضعتيه في هذا البنك يتعامل تعامل شرعي، تعامل بيع وشراء، هذه تسمى يعني مضاربة ما فيها شيء، هذه مضاربة والنسبة اللي تجيك حلال بشرط أن ما تكون مقطوعة، يعني مرة تزيد ومرة تنقص ومرة يربح ومرة ما يربح، هذه شرعية. أما إذا قال البنك لا أنت مالك علاقة ولا تسألين وأنت مالك إلا الأرباح، لا ما يجوز، هذه شبهة أقل أحوالها شبهة، ما يجوز الواحد أن يأخذ هذه الزيادة، وإذا أجبر عليها الإنسان يتصدق يتخلص فيها يتخلص منها ويتصدق فيها على الآخرين. أم سعيد من اليمن طبعا ذكرت قصة، يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه القصة ارجع إلى المحكمة بارك الله فيك، لأن القصة اللي ذكرتها مشكلة عندي أنا، دخول العم وتنازل العم إذا صارت مسألة هذه تحتاج إلى قاضي ما تحتاج إلى مفتي، فارجع إلى القضاء عندكم إن شاء الله يعطونك الجواب الشافي. أم سعيد أيضا من اليمن تسأل تقول ما حكم الأخت لما ترضع أخوها وعمره 5 أشهر وأمها مريضة؟ يا أخت الفاضلة إذا رضعت صار هذا الأخ اللي لها ولدها، أخوها وولدها، يعني بمعنى مستقبلا ما يجوز يعني يكون ينزل منزلة الولد، فإذا رضعت 5 رضعات بهالسن هذا فيعتبر أخوها وولدها بارك الله فيك، ويترتب عليه كل ما يترتب على الولد الصلبي. عبد الرحمن من أسبانيا يقول بأنه يعني أخذ قرضا ماليا بالأورو ثم أرجعه بالدينار في نفس الوقت والتحديد، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة خلافية فيما يتعلق بتغيير العملة حال السداد، منهم من يجيز ذلك على حسب الاتفاق والرضا بين الطرفين، ومنهم من لا يجيز ذلك، وأنا أميل في واقع الأمر إلى المنع، وذلك لأن فيها صرافة فيها صيرفة، والصرافة هذه فيها زيادة ولم يتم القبض وإنما كان بعد حين، ولذلك أنا لا أنصحك باستعمال هذه الطريقة بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول زوجته عليها قضاء من رمضان وهي حامل وما تستطيع الصوم، ورمضان الجاي احتمال ما تقدر تصوم، ماذا تعمل؟ يا أخي الفاضل ما تعمل شيء، إذا استطعت أن تصوم قبل رمضان توزع على الأشهر فهذا طيب، إذا ما استطعت تقضي بعد رمضان والحمد لله، وما عليها شيء إلا القضاء لأن معذورة بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول هل يجوز تسمية الأبناء جبريل وميكائيل وكذا؟ نعم يجوز تسمية جبريل، أما ميكائيل ما عرف عن الناس أنهم يسمون ميكائيل وإسرافيل ما عرف، أما جبريل بعض العلماء منع من تسمية جبريل، قالوا يعني لهم يعني توجيه، الذي يظهر لي بأنه ما في بأس أن يسمى جبريل، أما ميكائيل وإسرافيل فليس عليه الناس ليس عليه العمل، لأن خاصة اسم يعني يسمونه طبعا يطلقون عليه أنه اسم أعجمي وأيضا خاص بهؤلاء الملائكة، أما جبرائيل وجبريل فهذا مما يعني الناس اعتادوا على التسمية فيه. أم رياض من السعودية بارك الله فيها تقول أحيانا يوزعون عندنا في العزاء كتيبات حصن المسلم وغيره، ما الحكم؟ يا أختي أم رياض إذا كان القصد والله تبصير الناس وناس يطلعون ويأخذون هذا يقرون فيه وكيف العزاء على السنة وكيف الغسل ما في شيء، أما إذا كان اعتقاد بأن هذا يوزع لا لا هذا ما يصلح، أما والله جاء واحد وقال جت مرة وقالت خذوا هذه استفيدوا منها وانتفعوا منها ما في بأس، أما إذا كان لا يعتقدون بأن هذا مشروع يعني في العزاء هذا غير مشروع، أما من باب الفائدة ما في شيء. أم رياض الله يرضى عليك العمارة اللي عندك اللي ما يحول عليها الحول وتأخذين الأجار 6 أشهر فقط وتصرفينها ما عليها زكاة بارك الله فيك، لا العمارة ولا على الأجرة لأنك تصرفينها بارك الله فيك، أنت ما عليك زكاة، تبغين تتصدقين تطلعين 1000 درهم 1000 ريال
500 ريال صدقة للفقراء. طيب هذه الله عز وجل يبارك لك في هذا العمارة ويبعد عنك الشر بإذن الله، والصدقة طيبة في كل وقت. انتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع وإلى اللقاء الغد بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.